نتكلم الآن عن نساء كسرنا حاجز الصمت وتحدثنا بكل شجاعة عن جرائم تعرضنا لها في سجون الحوثيين في صنعاء. هذا الشيء جاء خلال فيلم وثائقي عرض بعنوان محتجزون تحت سيطرة الحوثيين. يا عبد العزيز، الفيلم هذا تغريد ومشاهدين ومستمعين يعكس أصوات الضحايا الناجيات أثناء سردهن لتجاربهم من معتقلات الحوثية الإرهابية، ويؤكد على صوت المرأة اليمنية في حل النزاعات وبناء السلام، حيث يطالبنا بالعدالة والمسألة على الانتهاكات أو المساءلة على الانتهاكات بحق المرأة اليمنية. الفيلم منذ عرضه في جنيف حصد عدة جوائز، منها أفضل فيلم قصير في لوس أنجلوس عام 2022.